اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه سي سات مع حلقه جديده وشخصيه جديده من شخصيات هزت التاريخ. ممكن يكون عمرك 40 او 50 وقاعد حزين بتظن ان القطر فاتك، قطر الجواز، قطر النجاح. طب ايه رايك النهارده لما نكلمك عن حد بدا من تحت الصفر وعمره 65؟ يعني ده مش قطر النجاح ولا قطر الجواز، ده قطر العمر اللي فاته. المفروض انه مستني محطته الجاية. لأ النهاردة هنتكلم عن شخصية كلنا يمكن نعرف شكلها وبنشوفها في الشوارع وفوق المطاعم وعلى يوفة الإعلانات، لكن يمكن ما نعرفش الكواليس بتاعة حياته. شخصيتنا النهاردة صاحب أشهر سلسلة مطاعم في العالم كله، سلسلة كنتاكي. مين هو كنتاكي وايه اللي حصل له في حياته؟ كنتاكي زي ما هنعرف قصة حياته انه في سن 65 بدأ من تحت الصفر ووقف قصاد العالم كله وقال مقولته الشهيرة اللي هنشوفها مع بعض على الشاشة، انني افضل العمل على الاسترخاء، فالعمل لا يضر احدا، بل على العكس ان الصدأ يتسرب الى النفس الخاملة بسرعة. اسألوا اي حد طلع معاش السنة الاولى في المعاش بيعجز كأنه 20 سنة كبر. العربية بتريح، الموتور بيريح، البطارية بتريح، مع انه اثناء العمل كان بيشتاق ليوم الراحة، لكن ما كانش فاهم ان العمل نفسه علاج، مش الراحة هي العلاج. لان العربية لما بتريح زاد عن اللزوم بطاريتها بتنام، بتبوظ. كذلك الانسان لو ما خططش لحياته بعد 60 او بعد المعاش هيعمل فيها ايه؟ ممكن يصاب بامراض كتيرة جسدية ونفسية وعضوية وغيرها. شخصيتنا النهاردة هو الكولونيل هارلاند ساندرز، صاحب سلسلة مطاعم كنتاكي، صاحب الوجه البشوش ذو اللحية القصيرة زي ما شايفينها في الصورة، البيضاء والحلة البيضاء ورباط العنق الاسود الشيك. مين هو ساندرز وازاي بدأ وهو سنه 65 وايه المحطات اللي مر بيها في حياته وازاي نجح وعاش بعدها لسن 90؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في برنامجكم شخصيات هزت التاريخ. الاسم هارلاند ساندرز اتولد 9/9/1880، محل الميلاد ولاية انديانا بالولايات المتحدة الامريكية. والده اتوفى وهو عمره 6 سنين، يعني كان يتيم، كان ليه اخت واخ. مامته اضطرت تنزل الشغل، طب هو عايز يتولى رعاية اخواته. دي كانت بداية كنتاكي. دخل المطبخ لأول مرة وهو عمره 6 سنين، عايز يجهز حاجة حلوة يفرح بيها أخوه وأخته، عشان ماما لما تيجي تلاقيهم واكلين مش جعانين. فدي كانت بداية دخول ساندرز المطعم وهو عمره 6 سنين. عشان كده بنؤكد دايما أن الطفولة، المراحل الأولى، السنوات الأولى في الطفولة بنسبة 90% بتشكل مستقبل الشخص. دخل المطعم وهو عمره 6 سنين، عمل أكل لإخواته، ماما جات لقيت الأكل حلو شجعته، وعادي، موضوع عادي خالص، راح لحاله، استمر عادي حياته، ملوش دعوه بالأكل ولا ليه أي علاقة بالأكل خالص، ولا اشتغل في مطعم ولا غيره. لكن دي كانت البذرة الأولى للمشروع زي ما قلنا لحضراتكم اللي هيشتغل عليها بعد حوالي 40 سنة، ويعمل في يوم من الأيام مطعم كنتاكي. في سن ال 12، يعني لما كان عمره 12 سنة، مامته حبت توفر لهم يعني تزود الدخل، ففكرت تتجوز زي أي أم شريك حياتها سافر السماء. لكن دي بتبقى مجازفة تحمل يعني المعنيين، يا إما اللي هتتجوزه ده هيكون حد ناضج حنين طيب هيعتبر الولاد دول أولاده وهو أمين عليهم، يا إما بقى عقده النفسية هتطلع فيهم. وكان حظ ساندرز كده، إن للأسف التاريخ بيذكر ان زوج مامته كان قاسي ومش حنين عليه، لا عليه ولا على اخته ولا على اخوه.
فاضطر ساندرز اللي عمره 12 سنة اللي هو المفروض كبير العيلة بسبب المعاملة السيئة من جوز مامته انه يسافر ويهجر البيت ويروح يشتغل في مزرعة يبات فيها وينام فيها ويشتغل فيها ويقبض منها 2 دولار في الشهر ويحاول يبعت منهم ولو جزء بسيط لمامته. بس دي مش قاعدة زوجة الأب. فاكرين قبل كده اتكلمنا على مين اللي زوجة باباه هي اللي تولت رعايته وكانت بتقف ضد باباه وتصمم انه يروح المدرسة؟ فاكرين مين؟ ابراهام لينكولن والدته سارة، السيدة سارة اللي كرمها لما بقى رئيس. فمش قاعدة ان زوجة الأب تبقى مش حنينة او زوج الأم، لكن هنا ساندرز حظه كان كده ان جوز مامته كان شديد وقاسي ومش حنين عليهم. في نفس الوقت اللي كان ساندرز بيشتغل في المزرعة وبيبات فيها كان كمان بيدرس. وزي ما المثل اليهودي بيقول من لم يعلم ابنه صنعة جعل منه لصا. مهم جدا مع شهادتك يكون في صنعة في ايديك. وحتى نشوف في الكتاب المقدس مين كان أستاذ في الجامعة، في جامعة طرسوس، أستاذ جامعة وكان صنايع في نفس الوقت. مين؟ نسيب لكم السؤال ده جابوه. بولس الرسول كان بيدرس في الجامعة وعنده صنعة ايه؟ خيام. فمش عيب ان انت يبقى معاك شهادة وصنعة. الدنيا نامت شوية، شغل ايدك يا بولس الرسول عشان اصرف على نفسي لألا نثقل على احد، مع اننا كنا نقدر ان احنا نطلب من غيرنا لكن لألا نثقل على احد. فساندرز لم يكتفي بالعمل في المزرعة انما درس كمان. التحق ساندرز بالجيش لمدة 6 شهور وهناك قام بدراسة القانون عبر المراسلة، وفي الوقت نفسه كان بيشتغل رغم عدم استقراره في شغلانة. اشتغل في مزرعة زي ما قلنا، بعد كده اشتغل عامل في محطة القطار، بعد كده اشتغل مندوب بيع وثائق التأمين، وفترة تانية اشتغل سواق على مركب بنهر أوهايو، واشتغل في تجارة بيع إطارات السيارات. شغلانة 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 لغاية لما حصل على ليسانس في الحقوق فقال خلاص ايه هستقر في المحاماة. لكنه للأسف لم يستمر في المحاماة لأنه مرتاحش ومحسش ان هي دي مهنته أو رسالته أو الحاجة اللي بيلاقي فيها نفسه. في الوقت ده كان ساندرز عمره قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة لم يستقر ماديا، لم يستقر اجتماعيا، لم يستقر مهنيا، لم يستقر أسريا، لغاية ما جات له فكرة بسيطة جدا انه يفتح على الطريق محطة بنزين للعربيات. فكرة عادية جدا. عمل المحطة، وجوه المحطة الكبيرة دي خصص أوضة بسيطة يعمل فيها شاي وقهوة وبسكوت للي بيجي بالعربية بتاعته. وفي مرة من المرات عشان بس تعرفوا ان ايه اي فكرة ابداعية ممكن تكون وليدة شرارة كده بسيطة، في مرة من المرات سمع ساندرز احد الزباين وهو جايب العربية بيقول ايه، هو البلد دي ما فيهاش مطعم بيعمل اكل حلو. كلمة عادية جدا، بس الكلمة نورت جوه مخ ساندرز واخد باله. طب انا لسه ما عملش ولو سندوتشات بسيطة، ممكن دي تكون حاجة حلوة برضو تزود دخل البنزينة. وبالفعل افتكر ساندرز لما كان طفل وهو عمره 6 سنين لما كان بيعمل اكل وبيفرح بيه اخوه واخته، فقال اجرب. وبالفعل قرر ساندرز انه يعمل اكل بسيط للزباين علشان اللي يجي يلاقي لقمة ياكلها. فتح اوضة صغيرة جوه المحطة وبدأ يفكر في فكرة الفراخ المقلية بخلطة اخترعها لما كان بيجرب في اخواته وهو صغير. يحط شوية توابل، ملح، كمون، فلفل اسمر، تشكيلة كده، ويحط الخلطة دي في الفراخ ويقليها ويجهزها. حاجات بسيطة. الناس بدأت تيجي تفول العربية وتاخد الوجبة وتمشي. مع الوقت بدأت الناس تيجي البنزينة حتى لو مش عايزين يفولوا العربية، جايين ياكلوا الفراخ بتاعت ساندرز. فبيلاقي عربيات كتيرة بتيجي تقف طوابير
مش قصاد البنزينة، لا قصاد الأوضة اللي بيعمل فيها الفراخ. الراجل قاعد فكر ايه ده، ده دخلي من الفراخ بقى ازيد واكتر من دخلي من البنزين، مع ان انا فاتح بنزينة. طب اوسع الأوضة، طب ما في كذا بنزينة في المنطقة، طب ما اقلب البنزينة نفسها مطعم. وبالفعل وسع الأوضة، هد البنزينة كلها، خلى البنزينة كلها مطعم يعمل فيه فراخ مع البسكوت والشاي البسيط وشوية بطاطس، وسماه كافيه ساندرز، وده كان في ولاية كنتاكي، وبدأ يعمل شهرة كبيرة سمعت في الولاية كلها، لدرجة ان حاكم الولاية نفسه سمع ان في واحد فتح مطعم عامل فيها فراخ، الناس بقت مسمى الفراخ دي فراخ كنتاكي نسبة الى ولاية كنتاكي. فالحاكم نفسه راح زار ساندرز ومنحه لقب كولونيل، كأن ايه البشوية مثلا او البكوية. طبعا ساندرز فرح جدا فقال لا انا النهاردة بقى واخد لقب، فبدأ يرتدي بقى الزي اللي مشهور بيه، القميص الابيض والحلة البيضاء ذات رباط العنق الاسود مع اطالة لحيته البيضاء المميزة عشان يبقى ايه حاجة ليه كده وجهة للمطعم، ونجح. لكن حصل كارثة قلبت الموازين، خسرت ساندرز كل سنين تعبه ده، وهو دخل على ايه؟ على 65، خلته تحت الصفر. ايه هي الحاجة دي؟ وهل يأس ولا كمل ولا عمل ايه؟ انتظرونا الاسبوع القادم من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ لنستكمل الكلام عن شخصية ساندرز صاحب سلسلة مطاعم كنتاكي.